طبعا المدرسة العدان هي في منطقة الجهراء، والحقيقة الكويت عمدا أنها تعمل هذه المدرسة حتى تعرف المناطق. يعني مدرسة القصر الأحمر عاملها بالصباحية، لو شفتوها في المنطقة الفيحين صباحية، القصد ما فيها أنه أيضا تعريف للكويت في المدارس. سؤال قادم، آخر سؤال كتابة. مؤلف كتاب فهد العسكر حياته وشعره هو، هل السيد حمد سعيدان أم السيد عبد الله زكريا الأنصاري أم زكريا الأنصاري أم أحمد البشر الرومي؟ درجتي على السؤال. مؤلف كتاب فهد العسكر حياته وشعره، هل هو حمد سعيدان أم عبد الله زكريا الأنصاري أم أحمد البشر الرومي؟ درجتين. جواب، الجواب آخر، ترى ينتهي الوقت آخر 22 ثانية. درجتين. آخر سؤال، شو كتبتوا؟ عبد الله زكريا الأنصاري. عبد الله زكريا الأنصاري. أنتوا كتبتوا أنتوا؟ عبد الله زكريا الأنصاري. عبد الله زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري. الإجابة. درجتين الفريقين. أعزائي المشاهدين، عشرين طيب، شكرا. 2021 فازت أمامة على الجابرية. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء، مع السلامة.